بص يا رؤية، أنا بحب سلمى، أنا بحب سلمى قولا واحدا. يعني إحنا خطوبتنا دي كانت سوء تفاهم، أنا ما كانش قصدي إن أنا أقول لك بحبك، فأنت مشكورة يعني تكلمي كده سلمى توضحي لها القصة وتفهميها وتبعتي لي معلش بس تطمنيني. شكرا يا رؤية، بس كده أنا صح، ماليش فيه بقى. هي بقى تقعد تعيط تصوت تموت نفسها، مش قصتي تموت نفسها. انتحار؟ لا. طيب بص يا رؤية، اللي اقوله شرط اخره نور. الكلام اللي هقوله ده عايزك تستوعبيه كويس ونتفاهم نتناقش، ماشي؟ نحاور بعض ونقنع بعض عادي جدا، بدون عصبية، بدون الإقدام على أي خطوة مجنونة ممكن تودي بحياتك. ده أساس أي حوار سليم. إيه رأيك؟ أرجوك يا رؤية ما تسكتيش يا رؤية، ما تصعبيهاش عليا أكتر، ما هي صعبة. سوري. في إيه يا سجلك؟ في إيه بس؟ أنت عايز تقول إيه بالظبط؟ أنا مش فاهمة أي حاجة. هو أنا غلطت في حاجة ضايقتك؟ وبعدين أنت مكتفني كده ليه طيب؟ علشان آخد كل انتباهك. أنت واخد كل حاجة يا سجلك. ده انا كل ملك. شوف بتصعبيها عليا اهو، ممكن ما تصعبهاش عليا. رؤية بصراحة كده انا ما بحبكيش. ايه؟ انت بتقول ايه؟ ما هو بشوف شفتي بقى، عشان كده انا كنت رابطك. نكمل الحوار البناء وانت كده. انا ما بحبكيش، انت زي اختي بالظبط، انا بحب سلمى. وانا لما قلت لك ان انا بحبك وكان غصب عني، بعدها صعبت عليا، لكن في الاساس انا بحب سلمى. انا بقى اللي طالبه من اختي حبيبتي، اشوف بقى اختي بتحبني ولا لا. طالب ان انت تكلمي سلمى في التليفون وتقولي لها انك ما بتحبنيش، ده اللي هينقذ علاقتي بيها. معلش انت لازم تعملي كده، ولازم تفضلي مربوطه كده لحد ما اليوم ده يخلص. طب انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ طيب عبيطه عبيطه، انا بجرحك دلوقتي عشان مش هبقى فاضي اجرحك بعدين. وبعدين ده مش احسن من انا بقى اقول لك انت تستاهلي حد احسن مني والكلام القديم ده؟ صح ولا انا بخرف؟ الكلام اللي سمعته ده بجد يا ولا؟ ايوه بجد يا خالتي. هو في ايه يا جماعه؟ ايوه بحب سلمى وما بحبش رؤية. هو بالعافيه؟ الله، هو انتوا عشان انتوا قررتوا افضل طول عمري مع واحده ما بحبهاش؟ يا مصدقي، عارف يا جلجل يا ابن محاسن، لو ما رجعتش في كلامك خليت في مكانك ارمي نفسي من البلكونه، فاهم؟ طب واحده واحده وانزلي يا خالتي، بلاش افوره ولعب عيال، هتيجي منك انت. بقول لك ايه، لو ما اتجوزتش بنت خالتك اللي بتحبك بقالها 25 سنة انا هرمي نفسي يا من ستي. حاضر 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 حاضر، انزلي 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 ونتفاهم. يعني هتتجوزها؟ هتنيل حبيب خالتك يا عجينة طعمها يا عم.